وحنا جينا الان بالطاقم على اساس باش نتواصلوا معكم ونحاسوكم وفي نفس الوقت نسمعوا ونستمعوا لجميع الحاضرين على شنو هي الاولويات. ادعوكم للمشاركه والتجاوب مع الورشات وان شاء الله حنا غادي نوصلوا التوصيات ديالكم للمكتب السياسي اللي غادي يقدر على ضوئها انه يوجد واحد البرنامج اللي غادي يترافع عليه لا في الحزب ولا في الحكومه. نأكدوا لكم بأنه غادي نوصلوا الصوت ديالكم كيف قال عاوتاني السيد الرئيس. ما كيهمناش الصوت ديال الصندوق، كيهمنا الصوت ديال المواطن. الميزة ديال الحزب ديالنا على الأخوات والإخوان هي مصلحة البلاد قبل مصلحة الحزب. والحزب ديالنا هذيك المطالب غيتعامل معاها ويدخلها في العرض ديالو، العرض السياسي اقتصادي اجتماعي شبابي البيئي كذلك، والقرية تعاني من هذا المشكل البيئي.